العالم يترقب الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط. شكري يشارك اليوم في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بدعوة من الكونغو. وفي الاقتصاد، مجلس الوزراء ينفي زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13%. أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. أهلا بك زميلتي فاطمة. أهلا بك ياسر، تحية لحضرتكم. حدث عالمي فريد ينتظره العالم وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط. نعم، ففي حضرة التاريخ وأجدادنا العظماء سنشاهد الليلة من قلب مصر من ميدان التحرير مشهدا للتاريخ، مشهدا ملكيا مهيبا ليس له مثيل أو شبيه على مستوى العالم. يترقب العالم بأسره رحلة الذهبية لملوك مصر القديمة، حيث ينطلق في 6:30 من مساء اليوم موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، والتي مكثت به نحو قرن من الزمان، لعرضها بمقرها الجديد داخل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. ويضم الموكب 22 مومياء، من بينها 18 مومياء لملوك وأربع مومياوات لملكات مصر الفرعونية، ومن أبرزهم رمسيس الثاني وحتشبسوت وسقن رع وتحتمس الأول. إلى مصر، أرض المجد والانتصارات، أرض الحضارة والعلم والفنون، تتطلع أعين العالم لرؤية موكب مهيب لم يسبق له مثيل. موكب أسطوري يوثق مغادرة 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من مقر إقامتهم الذي استقروا فيه نحو 119 عاما هنا في المتحف المصري بالتحرير. ثم ينطلق الموكب في رحلته الذهبية عبر كورنيش نيل مصر العظيم الذي كان شاهدا وشريكا في تطورها الحضاري عبر آلاف السنين، ومرورا بسور مجرى العيون التاريخي وصولا إلى مقرهم الملكي الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. الموكب الذهبي أو موكب المومياوات الملكية يضم مومياوات 18 ملكا وأربع ملكات من عصور الأسر الفرعونية من 17 إلى 20. يقود الموكب الملك الفرعوني سقن رع تعة، وهو من ملوك الأسرة 17 في القرن 16 قبل الميلاد، وكان حاكما لطيبة الأقصر حاليا، وهو من بدأ حرب تحرير ضد الهكسوس. ويضم الموكب أيضا بعضا من عظماء ملوك وملكات الفراعنة مثل الملك رمسيس الثاني، أشهر ملوك الدولة الحديثة الأسرة العشرون، وهو ملك الحرب والسلام الذي كان صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ، ومن أعظم محاربي مصر الذي امتد حكمه لنحو 67 عاما. وكذا الملك تحتمس الثالث الذي قام بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم، كما تعتبر معركته الشهيرة في مجدو نموذجا للتخطيط الاستراتيجي العسكري. كما يضم الموكب مومياء الملك سيتي الأول ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19، والذي قاد المعركة ضد الحيثيين وسجلت انتصاراته العسكرية في معبد آمون بالقرنك.
ويضم الموكب أيضا مومياء الملكة حتشبسوت، وهي من أشهر الشخصيات النسائية في تاريخ مصر القديم، والتي أصبحت ملكة على البلاد في عصر الأسرة 18، إضافة إلى الملكة ميريت آمون ابنة الملك أحمس، ومومياء الملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس، ومومياء الملكة تي الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث. ملوك وملكات ساهموا في كتابة وصياغة تاريخ مصر الذي كان على مدار آلاف السنين وما زال شاهدا على عظمة هذا البلد وشعبه الذي يؤمن بعظمة تاريخه ويعمل لحاضره ومستقبله. الملك ثقن رع تاعة هو الذي سيقود موكب المومياوات الملكية. هو أحد ملوك الأسرة 17 وكان حاكما لطيبة الأقصر حاليا. بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وأكمل الحرب من بعده ابناه كامس وأحمس الأول. تم العثور على مومياء الملك ثقن رع تاعة في خبيئة الدير البحري غربي الأقصر عام 1881. ملوك الأسرة 17 الفرعونية تزوج من الملكة إياحتب وأنجب منها طفلين، الأول يدعى كاموس آخر ملوك الأسرة 17، والطفل الثاني هو أحمس أول ملوك الأسرة 18. تورث الأبناء الدفاع عن بلادهم ضد الهكسوس من أبيهم حتى لقي كاموس نفس مصير أبيه، بينما استطاع أحمس أن يحرر طيبة من الهكسوس ويطردهم خارج البلاد. كان ثقن رع يلقب بالملك المحارب الشجاع، وكان يحكم طيبة بالوجه القبلي ويحارب الهكسوس الذين احتلوا الوجه البحري. وتعددت الروايات لقتله ما بين قتله أثناء النوم وقتله بالمعركة. الروايات الأكثر شيوعا هي قتله أثناء المعركة ضد الهكسوس، لأن هناك علامات واضحة للإصابات بوجهه وبمناطق عدة بجسده، حيث تلقى طعنات عدة بالسهام والحراب حتى لقي حتفه. ويظن البعض أنه قد تم تحنيطه بمكان المعركة بشكل سريع خوفا من أن تتعفن جثته لحين وصوله لطيبة، وأنه تم إعادة تحنيطه مرة أخرى. عثر على مقبرته في خبيئة دراع أبو النجا عام 1881، واكتشفت المومياء في عام 1886 على يد العالم الكبير جاستون ماسبيرو. شريف رضوان، التلفزيون المصري.
وينضم إلينا هاتفيا دكتور مؤمن سعد مدير آثار بالأقصر. أهلا بحضرتك دكتور مؤمن. يعني أهلا وسهلا يا فندم. تحية بعد التحية. يعني طبعا 22 مومياء ملكية سوف يتم نقلها وسط حدث طبعا بتتابع أنظار العالم. يعني عايزين نلقي الضوء على هذه الملوك يا دكتور مؤمن. حاضر يا فندم. كل التحية طبعا لحضرتك وللأستاذة فاطمة. ونقدر نقول في البداية أن ده إنجاز حقيقي يفخر به جميع المصريين. إنجاز يضم لسجل الإنجازات الحافلة للفترة المصرية الأخيرة. الموكب بيضم 22 ملك من العصر الذهبي لمصر القديمة في عصر الدولة الحديثة. بيضم 18 ملك من أسرات متعددة. الأسرة 17 عندنا الملك سقنا نراع طاع الأول اللي هو الثاني اللي هو بنعتبره هو الشهيد الأول في الحضارة المصرية. عندنا من الأسرة 18 مجموعة من الملوك زي أحمس الأول ومنحطب الأول تحتمس الأول تحتمس الثاني والثالث ومنحطب الثاني ومنحطب الثالث. من الأسرة 19 هنلاقي الملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني طبعا المشهور وابنه ميرنبتاح وسيتي الثاني والملك سبتاح. من الأسرة 20 عندنا مجموعة الرعامسة هو بتبدأ برمسيس الثالث ورمسيس الرابع والخامس والسادس والتاسع. بالإضافة إلى أربع ملكات من أهم الملكات اللي كان لهم دور كبير في الحضارة المصرية زي الملكة أحمس نفرتاري الملكة ميريت أمون الملكة حتشبسوت المشهورة الملكة تي. الكشف ده ساعتك يعني عشان الناس تبقى فاهمة هو جات من فين المجموعة دي. هي المجموعة دي كانت موجودة في خبئتين. أول خبيئة اللي هي بنسميها الموجودة في المقبرة تي تي 320 ودي كانت لكاهن من الأسرة 21 هو بياخد لقب الكاهن الأول لأمون أو الكاهن الأكبر لأمون. ودي كان فيها أكتر من 50 موميا في داخلها. والمجموعة الثانية جات من المقبرة رقم 35 وهي المقبرة بتاعة الملك منحطب الثاني وجاء منها يعني نقدر نقول سبعة من المومياوات اللي هتشارك في هذا الموكب العالمي. نعم. لو هنتكلم على المسار الزيارة طبعا حضرتك عارف ان الدولة اخضعت كل طاقتها علشان تحدد المسار ده. المسار ده بيضم على الاقل 1200 سنة من التاريخ. لو هنتكلم على مقياس النيل بالروضة اللي هو بيبدأ سنة 861 اللونش سنة 861 في عصر الخليفة المتوكل العباسي لغاية ما نوصل للمتحف القومي للحضارة اللونش سنة 2002 يبقى احنا بنمر ب 1200 سنة. المسار طبعا هيبدأ حضرتك عارف من متحف التحرير ومتحف التحرير أنشئ سنة 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. هيمر طبعا وهينطلق من أمام مسلة الملك رمسيس الثاني اللي جت من صن الحجر وبيزينها أربعة من الكباش اللي جت من الأقصر من معبد الكرنك. هيمر بعد كده المسار على ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي وبعد كده ينطلق إلى كورنيش النيل وصولا إلى القصر العيني. والقصر العيني هنا مهم لأن احنا بنتكلم في كلود بيك اللي هو عمل القصر العيني سنة 1827 لكن القصر نفسه بيرجع للعصر المملوكي وبيؤرق بسنة 1466 لصاحبه أحمد ابن العيني. بينطلق بعد كده المسار إلى مقياس النيل فروضة زي ما قلنا إن هو أنشئ في فترة الخليفة المتوكل العباسي وينتهي بالفسطاط ومتحف القوم للحضارة. لو تحب حضرتك نعمل إطلالة على بعض الملوك اللي هيبقوا موجودين تحت أمرك. طبعا تفضل يا فندم تفضل. طبعا الاحتفالية طبعا هتبقى كبيرة حاجة تشرف مصر ونفتخر بيها أمام العالم. الملك رمسيس الثاني طبعا واحد من أشهر الملوك اللي أخذ سمعة عالمية ويمكن مصر لو قلنا رمسيس الثاني يقول لك على طول مصر مباشرة. طبعا ده طبعا واحد من أهم الملوك اللي ليه إنشاءات كتير جدا في داخل القطر المصري. عمل زي نقول معبد الرمسيوم جزء كبير من صالة الأعمدة الكبرى في الكرنك في معابد النوبة معبد أبو سمبل بيت الوالي جرف حسين. لكن خليني أقول قبل ما ندخل على الملوك مجموعة الملوك الكشف اللي تم في خبيئة الدير البحري اللي هو كان فيها أكثر من 50 ملك. الكشف ده خد 10 سنين يعني تم الكشف عنه سنة 1871 من خلال عائلة عبد الرسول وعائلة عبد الرسول كانت بتملك حق التنقيب في البر الغربي. وسنة 1881 لما بدأت الإدارة المصرية
تسمع بالخبر بتاعه، فكان عالم آثار اسمه إيميل بروجيش هو اللي بدأ ينتقل وبدأ يستخرج المومياوات من مكانها ويطلع بيها على المتحف المصري. خلينا نتكلم مثلا على، احنا اتكلمنا على الملك رمسيس الثاني في دكتور مؤمن، يعني قبل يعني التكملة والحديث عن أعمال الملوك وأهم الملوك يعني وأسميهم، هل من المتوقع أن نكتشف بعض المومياوات الأخرى يعني لم يتم اكتشافها، أم أن يعني هذا كان آخر من نستطيع، أو المومياوات الموجودة؟ يعني ده يمكن سؤال يعني كلنا بنسأله نفسنا لكن لم يتم طرحه للنقاش. في الحقيقة احنا لسه عندنا ملوك كتير من مش عارفين اماكن المقابر بتاعتهم. يمكن يذكرني حاليا ان انا اقول لحضرتك ان العالم الكبير الدكتور زاهي حواس يعني بعثته بعثة مصرية خالصة شغالة في وادي الملوك، وان شاء الله بنطمح ان رجل عظيم بقدر زاهي حواس انه يختتم حياته بانه يوضع اسمه ضمن الأسماء اللي اكتشفت مقابر في وادي الملوك، لأن احنا ما عندناش حد مصري تم يعني أرفق اسمه بمقبرة ملكية في وادي الملوك. فإن شاء الله احنا يعني بنطمع أن الدكتور زاهي حواس في خلال الفترة القادمة يعلن عن الكشف عن مقبرة رمسيس الثامن في وادي الملوك. لسه كتير من أثار أسرار الحضارة المصرية القديمة ما زالت تحت التراب المصري، والتراب المصري كل يوم بيمدنا بجديد. حضرتك لو متابع الحركة الاكتشافات الكبيرة اللي بتتعمل أنا كان فيه فيها، يعني يمكن آخر حاجة كانت في منطقة سقارة، في منطقة سقارة، في الأقصر، في أسوان، في حركة اكتشافات كتيرة بتتم في عهد الدكتور خالد العنزي والدكتور مصطفى وزيري. ففي حركة نشاط كبيرة، وده بيقول لنا إن لسه عندنا أسرار كتير موجودة تحت الأرض. إن شاء الله بإذن الله الاكتشافات القادمة هتفصح عن الكثير والكثير في الحضارة المصرية. نعم صدقت في هذه الكلمة دكتور مؤمن سعد، ما زال التراب المصري يحوي الكثير من الكنوز والآثار. دكتور مؤمن سعد مدير آثار بالأقصر، شكرا جزيلا، كنت متحدثا هاتفيا إلينا. الملك تحتمس الرابع من ضمن المومياوات التي يضمها الموكب الملكي، هو ابن الملك أمنحتب الثاني من الأسرة 18 في عصر الدولة الحديثة. عثر على مومياء الملك تحتمس الرابع عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر. الملك تحتمس الرابع ابن الملك أمنحتب الثاني والملكة تيعة، ثامن ملوك الأسرة 18 عصر الدولة الحديثة، استمر حكمه لـ 3 سنوات. تزوج تحتمس الرابع من نفرتاري التي كانت أول زوجة ملكية عظيمة للفرعون إلى جانب زوجات أخريات. أنجب تحتمس الرابع خليفته أمنحتب الثالث وثلاثة أبناء وتسع بنات. عرف تحتمس الرابع بالملك الحالم، فتروي لنا لوحة الحلم التي أقامها الملك بين أقدام تمثال أبي الهول بالجيزة أنه نام في ظلال التمثال الضخم أثناء رحلة صيد في الصحراء القريبة من التمثال، فجاءه أبو الهول في حلمه وأمره بإزالة الرمال التي تغطي جسمه مقابل أن يصبح تحتمس الرابع الملك التالي على عرش البلاد. فكان تحتمس الرابع أول من رمم تمثال أبي الهول. عثر على مومياء الملك عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك، وكانت في حالة جيدة، ولا يزال وجهه محفوظا جيدا بابتسامة لطيفة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.
ومن بين المومياوات الملكية أيضا مومياء الملك رمسيس الثالث، وهو آخر الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة من الأسرة العشرين، وعثر على مومياء رمسيس الثالث في عام 1881 بوادي الملوك في الأقصر، كما عثر على مومياء رمسيس الرابع بوادي الملوك أيضا عام 1898. الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين لعصر الدولة الحديثة. بعد وفاة الملك سبتاح آخر حكام الأسرة التاسعة عشر، انتقل عرش مصر إلى ملك يدعى ستنخ، والذي حكم لبضع سنوات، ثم خلفه ابنه الملك رمسيس الثالث، والذي يعتبر آخر الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة. وعلى الرغم من الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققها الملك رمسيس الثالث، فقد وقع ضحية لمؤامرة دبرتها زوجته الثانوياتي من أجل تنصيب ابنها على العرش. وقد وضع المحنطون القدماء تميمة حورس على الحافة السفلى اليمنى للجرح للتأكد من شفاء الملك في العالم الآخر. وحددت الدراسات أن الملك رمسيس الثالث مات على الأرجح ما بين سن 60 و65. وعثر على الملك رمسيس الثالث في عام 1881 في خبيئة الدير البحري بالأقصر. الملك رمسيس الرابع هو ابن الملك رمسيس الثالث للأسرة العشرين من عصر الدولة الحديثة. بعد اغتيال والده الملك رمسيس الثالث على يد متأمرين، نجح ولي العهد الشرعي الملك رمسيس الرابع في الحفاظ على العرش، وخلال فترة حكمه القصيرة التي تراوحت ما بين 6 إلى 7 سنوات قام بالكثير من الأعمال من أجل تكريم ذكرى والده ومواصلة سياساته. فتذكر إحدى البرديات المهمة من عهده، وهي بردية هاريس، قصة الصعود إلى العرش وكذا عدد من الإنجازات التي حققها. وعثر على مومياء الملك في عام 1898 في مقبرة أمن حطب الثاني بوادي الملوك في الأقصر. وتشير الدراسات إلى أن عمر الملك رمسيس الرابع عند الوفاة كان حوالي 50 عاما. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. Thank you.
وفي موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية المومياوات الملكية. ويعد متحف الحضارة في مدينة الفسطاط التاريخية بمصر القديمة منارة ثقافية متكاملة تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. نتابع. في قلب مدينة الفسطاط التاريخية يقع المتحف القومي للحضارة المصرية. المتحف الذي يعد واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، حيث إنه مخصص لمجمل الحضارة المصرية. وما بين حجراته ستحكي مئات القطع الأثرية مراحل تطور الحضارة المصرية منذ 35,000 عام وحتى العصر الحديث. يضم المعرض قاعة مركزية بها 1600 قطعة أثرية تتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية في مختلف المجالات مثل الطب والفن والحياة اليومية على مر العصور. وتم اختيار أهم قطعة من كل عصر وتم وضعها في مكان مخصص لها. وبتقنيات حديثة تحكي كل قطعة قصة تلك الفترة في التاريخ المصري. هذا بالإضافة إلى 6 قاعات أخرى مجهزة بأحدث وسائل العرض التكنولوجية، وتتناول موضوعات الحضارة والنيل والكتابة والدولة والمجتمع والثقافة والمعتقدات والأفكار، فضلا عن معرض المومياوات الملكية. فالمتحف القومي للحضارة المصرية سيكون المحطة الأخيرة ل22 مومياء ملكية بعد نقلها من المتحف المصري في التحرير في موكب مهيب يتابعه العالم أجمع. وترجع تلك المومياوات إلى عصور الأسر 17، 18، 19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منها مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الأول والملكة حتشبسوت والملكة ميرت آمون والملكة أحمس نفرتاري وابنها الملك أمنحتب الأول. إن المتحف القومي للحضارة المصرية سيعد بحق منارة ثقافية للعالم، فهو بمثابة مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية. ومن أشهر ملكات مصر التي لعبن دورا مهما عبر التاريخ الملكة حتشبسوت ونفرتاري. ويضم الموكب الملكي كذلك مومياء الملكة تي الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث وابنة يويا وتويا، والتي عثر عليها عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر. ملكة مصرية لعبت دورا بارزا وفعالا في قصة حياة اثنين من أعظم ملوك مصر الفرعونية، الملكة تي. تزوجت الملكة تي في سن مبكرة من الملك أمنحتب الثالث أقوى ملوك الدولة الحديثة الذي اشتهر عهده بعصر الدبلوماسية السياسية والزواج السياسي وملوك الشرق الأدنى القديم. كانت الملكة تي شخصية بارزة في الحياة الملكية التي عاشتها، رغم أنها من خارج الأصول الملكية، فهي ابنة يويا وتويا عصر الدولة الحديثة في الأسرة 18. الملكة تي من أعظم ملكات مصر الفرعونية،
ساندت زوجها وابنها في أمور المملكة اقتصاديا وسياسيا، وكانت نائبة عن الملك في الاحتفالات لدرجة أنه كان يكتب اسمها في المراسلات الدولية. كان لها الدور في تنصيب ابنها إخناتون على عرش مصر الذي اختار عاصمة جديدة هي تل العمرنة بالمنيا حاليا، وغير مسار الديانة الرسمية من عبادة آمون إلى عبادة آتون على عكس والدته تي التي كانت موالية للإله آمون. في المتحف المصري بالتحرير هناك تمثال يؤكد على الدور الملكي لتي وعظمة مكانتها عند الملك، والتمثال للملكة وهي تجلس مع زوجها الملك أمنحتب الثالث. كما يوجد بالمتحف تمثال لرأس الملكة. للملكة تي تمثال من أروع القطع المصرية من خشب الأبانوس في متحف برلين يبرز ملامحها بدقة عالية، كما تم العثور على العديد من الأثاث الجنائزي. عثر على مومياء الملكة تي عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. مومياء الملكة أحمس نيفرتاري. هي الملكة أحمس نيفرتاري الملكة القوية والمؤثرة خلال حياتها، وتم تقديسها مع ابنها أمنحتب الأول في جبان الدير المدينة غربي الأقصر بعد وفاتها. تم العثور على مومياء الملكة أحمس نيفرتاري في خبئة الدير البحري غربي الأقصر عام 1881. الملكة أحمس نيفرتاري عميدة الأسرة 18 والتي منحها المصريون القدماء صفة الإلوهية حسب معتقداتهم. وكانت أحمس نيفرتاري زوجة الملك أحمس الأول محرر مصر وطرد الهكسوس والأسويين ومؤسس الأسرة 18 أعظم الأسر الحاكمة في مصر. ولعبت زوجته أحمس نيفرتاري دورا بارزا في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر وقاتلت بكفاءة شديدة. كانت والدة نيفرتاري إياحتب زوجة الملك سقنن-رعا تاع الثاني من ملوك الأسرة 17، وقد وجدت بعض النقوش التي توضح أن إياحتب كانت تشارك ولديها كاموس وأحمس في الحكم خلال الحرب. فقد عاشت نيفرتاري خلال حكم كل من زوجها وابنها أمنحتب الأول وحفيدها تحتمس الأول، ويوجد لها تمثال في معبد الكرنك. شريف رضوان، التلفزيون المصرية. المتحف القومي للحضارة المصرية المومياوات الملكية
ويعد متحف الحضارة في مدينة الفسطاط التاريخية بمصر القديمة منارة ثقافية متكاملة تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. انضم إلينا هاتفيا الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. دكتور حسين أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية دكتور، من الناحية الثقافية وأيضا الناحية الحضارية، كيف ترى أهمية هذا الحدث الفريد وتأثيره على نظرة العالم لمصر؟ هو طبعا هذا الحدث حدث تاريخي ولا يتكرر كثيرا، ربما مرة واحدة في العمر، وأعتقد من خلاله مصر ترسل بعدة رسائل إيجابية للعالم كله لأنها صانعة للثقافة وحاضرة التقدم والعمران والآثار، تلقى الاهتمام الكبير من قيادة الدولة ورأس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، وكذلك وزارة السياحة والآثار ومجلس أعلى الآثار وزملاؤنا في الآثار سواء في المتحف القومي للحضارة المصرية أو في المتحف المصري بالتحرير، قد قاموا بمجهودات عظيمة لا تقل عظمة عن أداء الأجانب في هذا الشأن، وخير من يرمم هذه الآثار ويحافظ عليها هم المصريون، لأن المصريين هم أولى الناس بتراثهم، وفي هذا ما يؤكد على عظم مصر كدولة ثقافية وحضارية قديما وحديثا. ومصر دائما أقول عنها أنها أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا، ومصر دولة ثقافية عظمى قديما وحديثا. نعم دكتور حسين، ولماذا تم اختيار المتحف القومي للحضارة بالفسطاط لنقل المومياوات الملكية ويكون مقرا لها بعدما مكثت في المتحف المصري لنحو قرن؟ هناك مشروعان كبيران لمتحفين، أحدهما هو المتحف المصري الكبير في صحراء الجيزة، والآخر هو المتحف القومي للحضارة المصرية، وتم الاتفاق على هذا المتحف مع منظمة اليونسكو في 1978 عندما يعني أوشكنا على الانتهاء من مشروع إنقاذ آثار النوبة، فتم الاتفاق على متحفين. الأول كان هو متحف النوبة في أسوان وافتتح بالفعل 1997، وكان المتحف الثاني هو متحف الحضارة أو المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وكان من المخطط منذ أمد بعيد أن تنتقل المومياوات الملكية خصوصا التي تخص عصر الدولة الحديثة عصر الإمبراطورية إلى هذا الموقع المتميز كي يكون المقر الأبدي والنهائي لتلك المومياوات لهؤلاء الملوك والملكات الذين قاموا بدور عظيم في كتابة تاريخ مصر الفرعونية، خصوصا الفراعنة المحاربون، وأعني الملك تحتمس الأول والملك تحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. نعم دكتور حسين، الآن وبعدما تنقل المومياوات من المتحف المصري وافتتاح متحف الحضارة ثم المتحف المصري الكبير كما ذكرت حضرتك، كيف ترى دور المتحف المصري بعد هذه الأحداث؟ المتحف المصري في ميدان التحرير هو يمكن من المتاحف القليلة التي أنشئت من البداية كي تكون متاحف، يعني عندنا لو حضرتك تذكري المتحف البريطاني في لندن، متحف اللوفر باريس، عبارة عن قصور وحولت إلى متاحف. هذا المتحف أسس 1902 كي يكون متحفا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. المبنى في حد ذاته أثر لأنه مضى عليه أكثر من 100 عام، 119 سنة هذا العام، فضلا أنه هو بيت الآثار المصرية، يعني إيجيبتولوجي هاب، مكان الإيجيبتولوجي والمصريات وتاريخ الفن، سوف يكون متحفا لأروع الروائع من مصر القديمة، عندما تنسال حاطب ونفرت، تمثال خفرع، كل الآثار الجميلة يويا وتويا، وسوف يتم عرض الآثار فيه بشكل جميل بالتعاون مع عدد من المتاحف الأوروبية، وسوف يظل هذا المتحف بيتا للمصريات في وسط القاهرة منذ أن تم تأسيس هذا المتحف في أوائل القرن العشرين، وسوف يؤدي رسالته الخالدة كمكان للفن والجمال والعظمة التي قام بها المصريين القدماء دائما وأبدا. شكرا جزيلا الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. زار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي والوفد المرافق له منطقة آثار الهرم، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر في موكب نقل المومياوات الملكية. واستمع الضيوف لشرح عن تاريخ المنطقة الأثرية خلال جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، وعرب الأمين العام عن إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم، ولا سيما طريقة بناء الهرم
وضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، مؤكدا حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات كل زيارة له إلى مصر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. أستاذ هشام، طبعا بعد التحية، يعني كيف لهذا الحدث الاستثنائي الضخم أن يعزز من موقع ومكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا الحدث ده بالنسبة لنا سياحيا يعني ببساطة كده، احنا بنسافر بره بنروج لمنتج سياحي، وطبعا انت عارف حضرتك حوالي 1.5 مليار سايح كانوا 2019 دول اللي بيسافروا، بسبب ازمه كورونا مش هيسافر في العالم بعد الازمه غير 0.5 مليار. النص مليار ده دلوقتي مفروض ان هو ستاي هوم، فبيفكر يسافر فين بعد الازمه. لما يجي يسافر فين بعد ما تنتهي ازمه كورونا، عنده هيشوف هيختار بين الدول المنتجه للسياحه. احنا دلوقتي بنقدم منتج سياحي، بنقول ان احنا عندنا اعظم حضاره في التاريخ، وعندنا حدث معين بيتم بشكل معين وتم ترتيبه والدوله شغاله عليه في من زمان، سواء بنيه تحتيه او سواء المنطقه المحيطه او ميدان التحرير او تجهيزه والبروفات اللي اتعملت، وان انت الحدث ده يصوروه 400,000 قناه في العالم، ده اكبر دعايه في الوقت الحالي لكل الناس اللي قاعده ستي هوم، ان بنقول لهم ما بعد الازمه تعالوا مصر اتفرج على الثقافه المصريه، تعالى اعرف ان احنا عندنا اول ساعه مائيه في التاريخ، تعالى احنا عندنا اول ساعه رمليه في التاريخ، احنا عندنا هيكل عظمي بقاله 35,000 سنه، عندنا حضاره فيها عظماء، فيها 22 ملك وملكه هيتحركوا بعظمه، وكل واحد فيهم رايحين لمكان يتحط فيه هيكون مكان ثقافي علمي تراثي، كل العالم بيتفرج دلوقتي اول تفكير ما بعد الازمه هيقول لك انا هسافر فين؟ هختار الديستنيشن اللي هروحها ايه؟ فانت كده بتقول العالم كله تعالى مصر في الاول اتثقف واعرف التاريخ، واعرف ان مصر دي ليها عظمه وحاجه احنا بنحييها من التاريخ القديم الى الحديث، وشوف عظمه مصر. فانا شايف ان اختيار الوقت واختيار الحدث والترتيب ليه والتجهيز ليه، وان انت تاخد مساحات في القنوات العالميه دي بالنسبه لنا في السياحه، انا كده مش محتاج غير ان انا لما اجي اسافر بره اخد معايا في المعارض الدوليه المنتج المصري ده واقول لهم احنا عملنا ده، وهم شافوه هيجي يقول لك انا عايز اجي ده. نعم، احنا اللي هنطلع نقول لهم تعالوا، هم اللي هيقولوا لنا انا عايز اجي اشوف ده. وده انا شايف ان القياده السياسيه تحركها في ان هي تعمل طرق وتربط الاماكن ببعضها، وتجهيز اماكن رحله العلا المقدسه، وتجهيز المتحف المصري، وتجهيز المتحف الجديد، والاكتشاف اللي بعد كام يوم احنا عندنا منتج ثقافي ممكن نوصل فيه زي 2010 كنا 15 مليون سايح. انا متوقع بسبب الحدث ده وبسبب اللي بتقوم بيه القياده السياسيه والمتاحف الافتراضيه اللي تمت في الفتره اللي فاتت دي، مصر في الفتره اللي جايه دي هتشوف طفره لم تشهدها في تاريخنا. نعم، بشكر حضرتك الشكر الجزيل السيد الاستاذ هشام ادريس عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه. من مهد الحضارة والتاريخ مصر ولكل أنحاء العالم، موكب ملكي مهيب ورحلة من أعماق الزمن إلى ساحة الخلود، ملوك وملكات تربعوا على عرش مصر، تشاهدون موكبهم عبر شاشات التلفزيون من التحرير إلى عاصمة مصر الإسلامية الأولى حيث متحف الحضارة بالفسطاط. السبت 3 أبريل انتظرونا. واستعدادا للحدث الفريد الذي تنتظره المصريون والعالم، تتزين شوارع القاهرة استعدادا لهذا الحدث المهيب الذي يجرى وسط تغطية إعلامية ضخمة من خلال أكثر من 400 وسيلة إعلامية من 62 دولة. كما أنهت شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام الاستعداد لنقل جميع فعاليات نقل المومياوات الملكية. وتنضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس فابيولا بدوي مراسلة أخبار مصر. فابيولا أهلا بك، كيف تتابع الصحافة الفرنسية هذا الحدث الكبير؟ يعني بداية احنا ممكن نذكر انه خلال المرحلة الإعدادية هنا في فرنسا
لا يدرس أي تاريخ خارج التاريخ الأوروبي والحضارة اليونانية وما شابهها سوى الحضارة الفرعونية. هذه استثناء، وبالتالي فنحن نتحدث عن شعب كله مهتم بهذه الحضارة، شابة على يعني ما تلقنه من خلال تعليمه، كيف هي حضارة مبهرة، كيف هي حضارة جديدة بالنسبة لهم. وبالتالي وسائل الإعلام الفرنسية تعي هذا تماما، يعني تعي أن كل حدث كبير يخص الحضارة الفرعونية هو سيكون محط اهتمام كافة الفرنسيين. نعم. فعلى مستوى الحدث وعلى مستوى أهميته بالنسبة لكل الفرنسيين جاءت عناوين الخبر أن مصر الآن في أبهى حلة لها، كافة التفاصيل الخاصة بنقل المومياوات من ناحية العدد، من ناحية أهمية الملوك، نبذ عن كل منهم. أيضا هناك اهتمام فرنسي خاص، لأن يعني عملية النقل هي بالتعاون مع منظمة اليونسكو التي مقرها فرنسا، مقرها باريس تحديدا. نعم. وبالتالي يعني الحضارة الفرعونية سواء فيما يخص التبادل الثقافي الفرنسي، فيما يخص المواطن الفرنسي، فيما يخص الحدث، كان هناك اهتمام كبير، خصوصا أيضا إضافة أن يعني هذا يعني المومياوات تنقل كما قالت وسائل الإعلام في فرنسا إلى أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. نحن نعلم أن متحف اللوفر على سبيل المثال مخصص لكافة حضارات العالم، ولكن هذا سيكون أضخم متحف في العالم كما ذكرت وسائل الإعلام واهتمت، يضم حضارة واحدة. وبالتالي يعني الحدث ضخم بالنسبة صحيح. لفرنسا وكما ذكرتي فابيولا، يعني حقيقة الشعب الفرنسي شعب يهتم بالفن وبالجمال، وعنوان حدث اليوم هو الفن والجمال والحضارة. شكرا لك فابيولا بدوي. نعم. مراسلة أخبار مصر، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس. هذا وقد أنهت وزارة الداخلية الاستعدادات لتأمين الحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية، وفي هذا الإطار كثفت الوزارة من خدماتها المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث، حيث تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، وذلك من الساعة 6 من مساء اليوم إلى الساعة 8:30 مساء. We'll be right back.
يشارك وزير الخارجية سامح شكري يوما في جولة مفاوضات حول سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وأكدت وزارة الخارجية أن حرص مصر على تلبية الدعوة يأتي انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. ويشارك في هذه الجولة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. اقتصاد الثانية، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة تبلغ 13% في موازنة العام المالي الجديد، وشدد المركز على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، موضحا أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب. وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظي قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية. وأشار الوزير إلى التنمية المحلية إلى أن ذلك يتماشى مع التوجهات الرئاسية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعات بمحافظة بني سويف بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 7 مليارات و300 مليون جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط في تقرير متابعة المواطن في المحافظات خلال العامين الماضيين. قطاعات هي التعليم، الصحة، الري، التنمية المحلية، الإسكان، فضلا عن النقل والبترول والكهرباء. نهاية ثانية، وإذا هذا تذكير بأهم العناوين. العالم يترقب الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط. شكري يشارك اليوم في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بدعوة من الكونغو الديمقراطية. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، شكرا لك فاطمة، شكرا لك شيرين، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.